كما قلت لكم باش ما بغيتوا تاكلوهم كل واحد واش كيفضل. هذا سيرو ديال الشوكولات. البنات اللي هنايا كيسولوا عليه، ولا هو ديال الالدي، راه بدون جلوتين. ها هي فيه العلامه، كاين كراميل وكاين هذا وكاين ديال التوت، الا ما خفت نكذب. اذا راهم موجودين وفيهم العلامه بدون جلوتين. يلا نخليكم بخير وعلى خير، اكله شهيه، والسلام عليكم. وصفه كريب سهل اقتصادي في ساكي وجن، الفطور كسكروب تشهيتوهم، جاكم ضيفا على غفلة، بغيتو تشاركوهم مع العائلة والأصحاب والأسرة. إذا وصفة اقتصادية سهلة، شوفوا تبارك الله النتيجة رائعة. بغيتوا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، ما عليكم غير تشوفوا الفيديو تبعوا المقادير وغتفرجيكم النتيجة إن شاء الله رائعة مثل هذه. يلا نخليكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم يوميات بدون جلوتين سو جلوتين. بغيت بقيت صباح هذا، المهم صباحكم مبروك. تشهاو ولادي، وانا تانا مشهيه شحال هادي لي كريب بان كوك. دابا غادي نجربو معكم ان شاء الله، وغنديرهم بدون جلوتين ان شاء الله باش ناكلو منهم مجموعين لما نديرهم بجوج، والحمد لله اقتصاديين. علاش؟ حيت تقريبا هاد الكاس كامل تقريبا من هنايا باش نساليه حيدتو. هذا كنقول لكم خليط ما بين الذرة والروز والبطاطا، هذا ديال البرت هاين، هو هذا اللي استعملت تقريبا داكشي اللي بقى خويته هنايا، وكملت بالروز وزدت شويه ديال شار بي هذا الكاس، وكملت ثاني بالروز. اذا على بركه الله هالمقادير هما هادو. غندير ثلاث البيضات، هنا غنذكر معكم المقادير وشحال مرة مسوليني الأخوات متسفعات على الكريب، ويلا جا الوقت ديالهم سبحان الله. هنا عندي 400 مليلتر ديال الحليب، و 100 مليلتر ديال الماء، ما عادي. غندير جوج فاني، ها هما جوج فانيات، غادي عندي هنا جوج معالق تاع السكر، انا نقصت على جوج معالق. المهم السكر كيبقى حسب الذوق، وكما كتعرفوا لي كريب راه كنزيدو فوقهم اما شكلاط اما عسل يا اما سكر، كل واحد وشنو كيفاش كيبغيهم باش كياكلهم. وغادي نخوي الدقيق 200 مللتر، كما شفتوا جوج كيسان تاع العنبه، اللي ما عندوش الميزان حاولت باش سمحوا لي غير الحليب ما 400، كنظن تقريبا حتى غتكون جوج كيسان، جوج كيسان ديال العنبه صافي. وغادي نخلط هاد المكونات وغادي نرجع معكم. ها هو بعد ما نصرف الكاميرا ما كتسجل، سمحوا لي. ها هو بعد ما تخلط مزيان، دابا غادي نزيد قليل من الملح، كما لاحظتوا راني ما درتش الملحه، دابا غنزيد الملح وربعة معالق ديال الزيت. غادي نحط ربعة معالق تاع الزيت، هاهما واحد جوج ثلاثة ربعة، وغادي نعاود نطحنو نرجعو يتخلط مزيان ونرجع تاني معاكم. صافي ها هو تخلط للمرة الثانية، شعلت على المقلة أو جوج مقلات، غادي نصفيه هنايا
وخاص فيتو راه ما فيه والو، كلشي راه مطحون مزيان صافي. وغادي نبدا نطيب، المقلات ها هما بداو كيسخنو، نقرب معاكم. بسم الله. صافي، بعد ما طابت من الجهة الثانية أنا قلبتها كما كتشوفوا، ولكن غادي ندهن المقلة. هذه ما دهنتهاش، شوفوا كتنفخ واخا ما فيه الخميرة لا والو. المهم ما فيش خميرة، حنا تعلمنا نقول لا والو الخميرة، ما راه فيه مكونات أخرى. شوفوا الاخوات تبارك الله، عرفتوا وصفه رائعه، غنسالي ان شاء الله وغتشوفوا هانتوما تبارك الله. ها هما يا سلاو كغاب، حنا كنقول لهم بانوكوكا. ها هما تبارك الله زوينين، اللي بغاهم مالحين او يديرهم كساندويتش يحيد غير السكر فقط. ها هما شوفوا اقتصاديين تبارك الله، شوفوا كيفاش جاوا، شوفوا رطبين وفي الساعة كيطيبو. راكم شفتو عرفتو شاربي، كنظن معلقة ديال شاربي او ملعقتين فقط، والباقي دقيق الارز. هانتوما دقيق الارز وهذاك الدقيق الرخيص ديال الميكس دي ميك ديال البرت هين. شوفوا تبارك الله هانتوما. المهم باش ما بغيتو تاكلوهم، كل واحد باش كيفضل، كاين السكر، كاين اللي داك السيرو ديال السكر، كاين اللي كيدير السكر بودر، شوكولاط، كراميل. المهم كل واحد باش كيف كاين اللي ياكلهم بايس كريم. لكم الاختيار. المهم هالوصفه موجوده قدامكم، كنتمنى تجربوها ان شاء الله. انا شحال هادي نفسي فيهم، ولكن حتى بنتي البارح قالت لي ماما تشهيتهم، عاد تشجعت باش نديرهم، وطالبينهم مني بزاف الاخوات. اذا تفضلوا حبيباتي هالوصفه قدامكم، وسمحوا لي على التاخير الخارج عن الاراده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسونا من خالص دعاء وتعليق ومشاهده، ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه كنتمنى دير فيها واحد الدبيره، راه ولات غتعجبكم، راها متنوعه. يلا نخليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.